مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من فقه الحياة. يقول رب العزة في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن من أخطر ما أصيبت به الأمة في الفترة الأخيرة مرض الشقاق والخلاف في كل شيء، بداية من الآراء والأفكار والتصورات إلى الأخلاق والسلوكيات، بل تعدى الأمر حتى شمل العقائد والأركان، رغم أن كل ما ورد في الكتاب والسنة يحث على الاتحاد ونبذ الفرقة ومعالجة كل ما يعكر صفاء العلاقة بين المسلمين أو يخدش الأخوة الإيمانية. الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور أشرف أسيوطي من علماء الأزهر الشريف. مرحبا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. مشاهدينا متواصلون معكم في فقه الحياة، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم وضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور أشرف أسيوطي أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة سيناء. أجدد التحية بحضرتك. أهلا وسهلا. دكتور، بداية أود من حضرتك إيجاد تعريف لبعض المصطلحات التي ربما تكون متشابهة إلى حد ما، الفرق ما بين الخلاف والاختلاف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه وعبده ورسوله. أما بعد، فأنا بشكر حضرتك والمعد والمخرج على هذا الموضوع اللي هو أعتقد أنه هو موضوع عصري وموجود وله آثاره وتبعاته. تعالوا نرجع مع بعض. دايما إحنا متعودين يا أستاذة غادة بنرجع بالمشاهد ونتكلم كده بالبلدي. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام، أرسل جبريل عليه السلام وقال له: اقبض قبضة من الأرض. متخيلة؟ ربنا يقول له: روح اقبض قبضة من الأرض وهاتها عشان نقدر نخلق آدم، وسبحانه وتعالى قادر على كل شيء. يذهب جبريل للأرض فتقول الأرض له: ماذا تريد؟ فقال يقول الله تعالى لي: اقبض قبضة من الأرض. فقالت: أعوذ بالله منك أن تنقصني شيئا أو تشينني في شيء. فعاد جبريل عليه السلام وقال: يا رب استعاذت الأرض بك أن أنقصها. فأرسل الله تعالى ميكائيل: روح وهات قبضة من الأرض، من جميع الأرض. أنا عاوز المشاهد ياخد باله من اللقطة اللي جاية. ميكائيل: الأرض تستعيذ منها وتستعيذ بالله تعالى منها. فيعود مرة أخرى فيقول لله تعالى: يا رب استعاذت الأرض بك. فازاي أنا ما يعني ازاي ما اخضعش لهذا الموضوع؟ ربنا يرسل ملك الموت، وعلى فكرة اسمه ملك الموت، ما اسموش عزرائيل، تمام؟ ما فيش دليل ان هو اسمه عزرائيل. يرسل ملك الموت فيقبض قبضة من الأرض، فتقول الأرض: من أنت؟ فيقول ملك الموت: ربنا كلفني ان انا جاي اقبض قبضة من على وجه الأرض كلها، أعوذ بالله منك أن تنقصني شيئا أو أن تشينني شيء في شيء. فيقول: أعوذ بالله أن أعصيه. وألا أرجع منفذا أوامره. وهكذا المعنى. ماذا يفعل سيدنا ملك الموت؟ يقبض قبضة من وجه الأرض، من جميع بقاع الأرض، ويروح يتخلق آدم ويتخلق البشر، فيخرج منهم في حديث أحمد: الأحمر والأبيض والأسود، مختلفين؟ نعم. مختلفين. ويخرج منهم الطيب والخبيث، مختلفين؟ نعم. مختلفين. يبقى شفتي بقى الاختلاف بداية من خلق آدم وطريقة خلقه موجود، وموجود الاختلاف اللي هو نوع من أنواع السنن الكونية. يعني سنن كونية، بداية الخلق كانت موجودة معاها اختلاف، سواء في لون البشر
في أنواع الطعام اللي بيأكلوه، حتى في الشرير والطيب وما إلى ذلك، ودي بداية التكوين. طيب يا دكتور أشرف، إيه موضوع الاختلاف والخلاف؟ الاختلاف والخلاف، أنا هقول للمشاهد أبيض وأسود، خلاص؟ دول ضدين ولا مش ضدين؟ ضدين. ضدين؟ طب أبيض وأحمر ضدين؟ مش ضدين؟ لا مش ضدين. يبقى إيه الفرق؟ الأول الأبيض والأسود خلاف، والأبيض والأحمر اختلاف، تنوع. الأبيض ممكن يكمل مع الأحمر زهرية حلوة، الأسود هيفضلوا يتصارعوا مع بعض عشان تقدري تطلعي حاجة كويسة. هقول لك مثال تاني. الاختلاف أنا وأنت ماشيين في طريق عاوزين نروح المدرسة بتاعت ولادنا، هتقولي لي إحنا رايحين المدرسة، نفس الغاية مش نفس الغاية؟ نعم نفس الغاية، لكن أنت رايحة من الطريق ده وأنا رايح من الطريق التاني، ده اسمه إيه؟ اختلاف. لكن بقول لك إيه؟ أنت فين المدرسة؟ هتقولي لي في الشارع ده، اقول لك طب روح انت من هنا وانا سلام عليكم رايح الناحيه الثانيه، يبقى ده اسمه ايه؟ خلاف. يبقى اذا الاختلاف والخلاف هو يوجد فيه جزئيه متفقين عليها اللي هي المغايره وعدم المماثله. نعم. ولكن الاختلاف قد يتحد الغرض ولكن تختلف السبل. نعم. والخلاف هو الغرض، مش يعني خلاص انت في الشرق وده في الغرب، انت في الشمال وده في الجنوب، يبقى كده واضح الفرق ما بين الخلاف والاختلاف. لكن في لقطه بديعه، القران الكريم لما بيجيب سيره الاختلاف، هو الاختلاف معناه الضد، يعني الايات كلها اللي وارد فيها كلمه اختلاف في القران الكريم بمعنى ايه؟ بمعنى الضديه فقط. يبقى كل ايه ربنا بيقول سبحانه وتعالى ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر. الإيمان والكفر ضد بعض ولا مش ضد بعض؟ نعم. يبقى ده اسمه اختلاف، صح؟ اختلفوا. ولكن الاختلاف هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الخلاف. نعم. يبقى اذا احنا حتى بنقول للزوجين، عشان احنا لازم بننزل المادة العلمية اللي احنا بندرسها دي للحياة الاجتماعية بتاعتنا. الزوجين دلوقتي قبل الجواز لازم يقعدوا فترة مع بعضيهم، يقعدوا كده ويشوفوا احنا رايحين في طريق واحد. اذا رايحين في طريق واحد يبقى ممكن نحل المشكلة، لكن لو مش رايحين في طريق واحد يبقى لازم نفض من الاول، بدل ما يبقى في محكمه اسره ويكون في خلع ويكون في حاجات تانية. مش بس كده، انا برضو تعالى ننزل موضوع الفرق ما بين الخلاف والاختلاف في المدرسه بتاعت الولاد اللي احنا كنا لسه متكلمين فيها. انا رايح لمدرسه ما فيهاش هالمعايير، انا عاوز معايير لتربيه ولادي، ما لقيتش المعايير يبقى ده ابيض واسود، مش هنرفع نلتقي خالص، يبقى نعمل ايه؟ ما يدخلوش المدرسه دي. وهكذا في الشغل يا جماعه، أنا عندي مجموعة من المعايير اللي عاوز أشتغل من خلالها، أو المدير عاوز يختار الموظف، ما تعينش موظف وخلاص، بواسطة أو شفاعة أو حاجات تانية ما نعرفهاش. المجتمع بيتغير، لو عينته مش هيأدي لك المهمة، يبقى أنت في طريق والمؤسسة كلها في طريق والبلد كلها رايحة لطريق وأنت ماشي في طريق إيه؟ في طريق آخر. هو ده الفرق ما بين الخلاف والاختلاف ونماذجه في الواقع المجتمعي. طب دكتور أشرف، كيف ينظر الدين الحنيف إلى فكرة الاختلاف وكيف يتعامل معه؟ أولا نظرة الإسلام للاختلاف أولها أنه حقيقة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، مش ربنا سبحانه وتعالى بكن فيكون. نعم. يخلي الناس كلها مؤمنة، كن فيكون يخلي الناس كلها تعبده سبحانه وتعالى، لكن ربنا بيقول ولا يزالون مختلفين. الحقيقي اللي انت مش قادرة تتصوريه ان يكون في حد مختلف معاك في الفكر، مش قادر اني تصوروه دلوقتي ان في حد تاني معايا موجود في نفس المجتمع ليه دينه وليه سلوكياته. ربنا بيقول ولا يزالون مختلفين، يعني هيفضلوا طوال ما ربنا سبحانه وتعالى خالق هذه الحياة الى ان يرث الله الارض ومن عليها، سيكون هناك اختلاف الضد. على فكرة هيكون أول حقيقة يقررها الإسلام إن في مختلف عني. مختلف عني؟ أيوة، مني من أسرتي. مختلف عني يا دكتور في العقيدة يعني أنا مختلف عني إن هو مش مؤمن بما أؤمن به، ولكن من هو على نفس الدين؟ هل هناك من يختلف معي؟ ولا يزالون مختلفين. في اختلاف اسمه الاختلاف الذات. لو أنا قلت دلوقتي المجتمع المصري كله ذات واحدة
ممكن نختلف مع بعض داخل الذات الواحدة. مش احنا بنقول امعاء البطن بتتخانق؟ نعم. مش بيقولوا كده؟ وانت في اسرتك انت وزوجك على فكره بقالكم دلوقتي 10 سنين 12 سنه 3 سنين 4 سنين بقيتوا حاجه واحده، بس عمركم ما هتكونوا زي بعض، ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون مختلفين على مستوى الدين، لا يزالون مختلفين على مستوى الجنس والنوع. ما لازم يكون في ست ولازم يكون في راجل. نعم. لازم يكون في صغير ولازم يكون في كبير. ولا يزالون مختلفين، يعني الاختلاف دي اول حاجه يقررها الاسلام، ان في اختلاف، اختلاف تضاد واختلاف تنوع في نفس الوقت. تضاد يعني في ناس ضدي في كل شيء. ودي حقيقة. مش كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أكانت المدينة بتاعت النبي أول دولة في الإسلام، أكانت فيها نموذج واحد بس، فيها دين واحد بس؟ لا، كان فيها اليهود موجودين، موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده بينظر في العقيدة نظرة، والإسلام بينظر نظرة تانية خالص. نعم. نظرة احنا ده بنسميه اختلاف ايه بقى؟ ده تضاد. تضاد، مش هينفع لنا نجتمع. بس كانوا عايشين ولا مش عايشين؟ عايشين. دي هي بقى روح الإسلام. يبقى أول حقيقة يذكرها الإسلام لي أن الاختلاف سيكون موجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، بل هو بداية خلق الله تعالى لآدم وللبشر أجمعين. تاني حقيقة بيكررها الإسلام ان احنا ما نصنعوش. فاهم اللقطه دي؟ يعني احنا اللي ما ندورش عليه. يعني انا دايما ضد حاجه كده، واحنا التلفزيون المصري بنقول فيه اللي بيعجبنا على فكره، عشان نقدر ناسس فكره داخل المجتمع المصري. انا باجي التلفزيون المصري وبحب اتكلم باللي نفسي فيه. فضل. ليه بقى؟ ده تلفزيون بلدي طبعا، هو الاستراتيجيه بتاعت البلد بتاعتي. انا ما بحبش ابدا الناس اللي بيسخنوا الموضوعات. يعني ايه؟ احنا دلوقتي موجودين في مصر، موجود في مصر في مسلم وفي اخ ليه مسيحي. نعم. تمام. مش دي اصلا وجودنا وكياننا كده من زمان؟ اللي بيجي يسخن بقى هو اللي بيصنع الاختلاف. يا جماعه ما نحط في البطاقه كذا، والتاني ما نعمل خي، ما نشيل ده عشان ما نجرحش شعور. دول اخواتنا. عمرك انت شفت في الشارع بتاعك حد بيتخانق مع حد عشان ده مسلم او غيره؟ ما فيش الكلام ده خالص، والله العظيم ما فيه. نعم. في الصعيد ما فيه، والفلاحين ما فيش، في القاهره مش موجود. الكلام ده كله بتصنعه يصنعه اناس من اجل صنع الاختلاف، ايجاده، تاجيجه. الاختلاف موجود لكن الشعب متعايش. احنا عايزين اكتر من كده. لذلك النظره الحقيقيه للاسلام انك انت ليك حقوق وواجبات. مختلف عني في اللون، مختلف عني في الجنس، مختلف عني في الدين، انت ليك حقوق وعليك واجبات. مين اللي بيفتح هذه الموضوعات؟ انا اناشد وسائل اعلام مختلفه ومتعدده. سيبوا المجتمع المصري نسيج واحد، سيبوا الناس لما بيتخانقوا في الحته، على فكره ما بيتخانقوش على الدين اصلا، عشان الواد لعب مع الواد وضربه، ملاش علاقه خالص بالدين. وعشان خاطر ان ده مش عشان اسود قالوا له يسود، لا ده عشان خاطر الواد راح المدرسه والمدرس عمل له كذا كذا. ما فيش الكلام ده كله في المجتمع المصري. امتى نقول عليه موجود يا دكتوره؟ لما يكون ظاهره. لكن المجتمع المصري متماسك وسيظل متماسك. لذلك هو كان المجتمع المصري ماشي بتدين طبيعي جدا. نعم. الناس عايشه ومتعايشه ولا يصنعون الاختلاف ولا يؤججونه ابدا. دي النظره الثانيه للاسلام حول الاختلاف والخلاف. يبقى النظره الاولى المشاهد انت مختلف عن غيرك اكيد على طول، لازم يبقى اكون مقتنع ان الاختلاف ده موجود وده لا يسيء لاحد، بس انا ما اججوش. نعم. ما اجيش انا اقول اصطنع قضايا هي مش موجوده اصلا على المستوى الذهني ولا في التصور بتاع المصري او غيره. لذلك انت لما بتروحي تعيشي في الغرب مفيش حد بيفتح الموضوع دي اصلا خلاص، على فكره خالص. الناس عايشه، انت ليكي انك انت حقك في رولز، في قوانين بتاخدي حقك من خلالها. القانون ده هل يفرق ما بين مسلم وغيره؟ لا يؤججون ابدا هذه المشاعر. ده بالعكس اللي بيجيب سيره هذا الكلام تعالى على طول، اللي بيجيب بيصنع هذا التاجج الخلافي وبيؤججه المفروض انه يحاسب. سيب المجتمع يعيش زي ما هو. طب انا عايزه يعني اعرض على حضرتك رايي واخد راي حضرتك فيه. انا بحب الحلقه بتاعت حضرتك، احنا بنتكلم من غير اعداد.
اللي بيفتح بيه ربنا. اتفضل. فكره وحضرتك. طيب يا دكتور، فكره الاختلاف في مجتمعات استثمرت هذه الفكره بان وليكن المجتمع الامريكي مثلا هو نسيج، ما فيش شيء بيجمع الناس غير انهم عاملين زي السبيكه. فكره السبيكه اللي بتتكون من الخامات المختلفه بيديها صلابه وقوه اكتر من المعدن الواحد. هم قدروا يحققوا ده يمكن بعد معاناة وصراعات ما بين الأسود والأبيض، لكن بعد كده نجحوا في ان هم يعملوا هذه السبيكة القوية. احنا عندنا فكرة الاختلاف يمكن محدودة، مش موجودة بالحجم اللي موجود في مجتمعات تانية، لكن على الرغم من كده احنا مش بنقدر نستثمرها بالشكل اللي يخلينا سبيكة قوية، بالعكس دي تبقى عناصر للفرقة والانقسام. ايه الفكرة؟ كيفية الاستثمار؟ جيدة الفكرة دي. أصلا إحنا ما عندناش فهم الموضوع الاختلاف، إن دايما اللي بيختلف عني هو عدوي. بالظبط، هي دي إشكالية. لكن اللي بيختلف عني يكملني، دي عندي هي بقى اللي عاوزة تتبني داخل المجتمع. أنا المفترض بأسس من خلال التعليم، والتعليم دي مشكلة كبيرة جدا لسه إحنا متكلمين فيها. نعم. تمام. بأسس من خلال الأسرة إني أخوك وإنت مش زي بعض. أنا في مجتمعات خليجية وأخرى رحتها فيها حاجة عجيبة جدا، بيلبسوا الولدين لبس زي بعض بالظبط، يعني يروح يشتروا طقمين، ده مخطط والشورت أحمر والتاني مخطط والشورت أحمر، البنتين نفس اللبس زي ما هم. بقول له ليه؟ بيقول لي ما هذا مساواة. أقول له لا أنا مش مساواة. الولد ده ما قالكش إن هو عاوز طقم غير ده؟ قال جاب والله، بس ما في يعني لازم يكونوا زي بعض. هو ده ثقافة الأسرة من البداية. يبقى أنا عندي لو الأسرة تشبعت إن الاختلافات دي موجودة، والتعليم تشبع إن الاختلافات دي موجودة وبيني وبين قوانين تحكمنا، هكذا يستثمر المجتمع الاختلافات ونطاقات الاختلاف بتاعه. دايما العقول المختلفة تؤدي إلى آراء مختلفة، والآراء المختلفة تؤدي إلى قواعد جديدة قد تضيف إلى المجتمع إضافات كثيرة جدا. لذلك نرجع بقى لتخصص. نعم. تمام. هنفضل نتكلم في الإدارة. النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، استثمر ولا ما استثمرش؟ استثمر. تخيلي في أسارة بدر، أسارة بدر النبي أسر، شوفي النبي تعذب كتير جدا في مكة. تمام. ولما أسر بعض المشركين في غزوة بدر، مفترض كان على طول يحصل إيه؟ قتل. لان هو اذوه، ده اذوه، اخرجوه كفايه انه يخرجوه من بيته وفي نص الليالي زي ما بيقولوا. لكن حضره النبي صلى الله عليه وسلم استثمر الخلافه، الاختلاف ما بين سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر، وسمع ده رايه نقتلهم، والتاني رايه لا نسيبهم. تمام. على فكره القائد هو اللي يسمع جميع الاطراف. النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله، فإذا بالله تعالى يأتي لنصرة رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن سيدنا النبي كان مايل لمين؟ لأبو بكر، بحكم لينه ورحمته. استثمار الخلاف، أسمع جميع الأطراف. النبي صلى الله عليه وسلم سمع. وتعالوا ننتقل بقى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مش بعد موته بكتير على فكرة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيموت، مات صلى الله عليه وسلم مباشرة، اختلف الصحابة في أشياء. ايه هي الاشياء؟ واحد، هل النبي مات فعلا يا جماعه؟ تخيل ان المجتمع بتاع النبي مش متخيل ان النبي مات صلى الله عليه وسلم، بقى بانت امي يا رسول الله. اختلاف الناس، سيدنا عمر مش مصدق، طالع يقول للناس اللي هيقول النبي مات انا هقطع راسه، الموضوع خلص. ازاي مش متخيل هذا الوضع؟ ويدب الخلاف بين الناس، خلاف فعلا، ده مات ولا ما ماتش؟ مش معقول النبي يموت صلى الله عليه وسلم. يجي هنا بقى استثمار الخلاف، اعمل ايه؟ اجيب انت مختلف معايا وضدي خالص، اجيبك اقعدك اقول لك وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقبكم. سيدنا عمر يطأطئ راسه وكانه لم يسمع الايه الا في هذه اللحظه. استثمار الخلاف عن طريق ان انا اوضح الحقائق. لذلك نقاط تانية في الاداره، الشفافيه. الشفافيه تساعد على استثمار الخلاف. الشفافية والمناقشات الفعالة تساعد على استثمار الخلاف. تخيلي حضرتك في نفس الوقت اللي سيدنا أبو بكر أثبت
للأمة إن النبي مات بآية قرآنية هم بيقرؤونها في كل وقت. أثبت لهم أنتوا ما بتقروش، ما تقرأوا الحقائق وشوفوا الأدلة العقلية وشوفوا الأدلة المنطقية. يا عم شوف النبي قدامك صلى الله عليه وسلم بأبي أنت أمي رسول الله. برضو تحصل أصلي، بصي لما يكون في قائد عظيم قوي صلى الله عليه وسلم ومرة واحدة يموت، حاجة فظيعة على الناس. ده الناس منهم من جسى على ركبتيه مش عارف يعمل ايه. النبي مات صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله، الناس كلها تبكي والمدينة تضج بالبكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم عاوزين ندفنه، ندفنه فين؟ شوف الأسئلة البسيطة دي، دي بداية خلافات هتيجي بعد كده في النموذج اللي هقوله بعد كده، خلاف شديد جدا استثمره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لتكوين الدولة. الصحابة الآن يختلفون أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ناس قالوا يدفن مع مين؟ يدفن مع أصحابه في البقيع. أدعو الله تعالى أن نزور جميعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم والبقيع، ونزور الكعبة المشرفة. قولوا أمين. فالصحابة مختلفين مع بعض النبي هيدفن فين؟ استثمروا ازاي الخلاف ده؟ على فكرة ممكن واحد يجي يضرب بومبة كده والناس كلها تصور وتبقى مشكلة. يجي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، شفتوا بقى يا جماعة ليه أبو بكر أحق بالخلافة؟ قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف من خصوصيات القيادة ما لا يعلمه غيره رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما معناه، ما من نبي إذا مات إلا يدفن في المكان الذي مات فيه. الناس تهدى، أصل ده أبو بكر، ما حدش يقول أنت سمعت ولا لأ. ليه بقى؟ الصديق. ده الصديق، مش الصديق بس، ده ملازم ليه. نعم. عمرك شفت رحلة أبو بكر مش موجود فيها؟ عمرك شفت كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحبي أبو بكر وعمر في كل أحاديث كثيرة جدا. ده تاني خلاف استثماره عن طريق إثبات الحق والناس تسمع. الموقف الثالث بسرعة، موقف النبي صلى الله عليه وسلم ميت والناس طبعا برضو بتدور على استقرار الدولة. أنا عاوز المشاهد وإحنا بنشرح تاريخ دايما ما يفتكرش إن جيل الصحابة كان بيسارع على السلطة، لا. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم مات وأصبح هناك دولة في المدينة، فعاوزين قائد. موضوع إنك أنت تعملي قيادة بسرعة ده مهم جدا على فكرة، اللي إحنا بنسميه الانتقال السلم للسلطة. نعم. ودي من أسس الدولة، يعني من أسس الديمقراطية العالمية، أنت تنقلي سلميا السلطة لغير الملك القديم أو الرئيس القديم. الصحابة قاعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس الأنصار يرشحون سعد بن عبادة من الأنصار. يا الناس بقى نعمل إيه؟ أنتوا أنصار وإحنا مهاجرين والناس هتشبر في بعض، طب عاوزين نستثمر وعاوزين نقدر نطلع الدنيا دي من الخلافات، خلافات هي شديدة جدا. فيجي أبو بكر وعمر، طب اشمعنى علي ما راحش؟ علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، مين يكون مسؤول عن الميت؟ أقرب الناس إليه. أصل الموضوع مش موضوع إن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كانوا عاوزين يا جماعة يروحوا ياخدوا الحكم ويرجعوا، ما سيدنا علي بايع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، الأدلة واضحة في ذلك. سيدنا علي كان موجود، وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدة فاطمة رضي الله عنه وأرضاه، كل الناس كانوا موجودين حول النبي لأنه كان متوفى بأبي أنت أمي يا رسول الله. ويجري أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يريها سقيفة بني ساعدة، وعاوز المشاهد يفتكر موضوع سقيفة بني ساعدة، أول انتقال سلمي للسلطة في الدولة الإسلامية، وبيعلم الدنيا كلها الديمقراطية وكيفية استثمار الخلافات وكيفية تأسيس ضوابط أثناء الاختلاف مع الآخر، كل واحد يلقي بحجته. وأنا عاوز المدارس أرجوكم تعمل تمثيلية، سقيفة بني ساعدة تمثيلية، والأنصار قاعدين، وادي المهاجرين قاعدين، وأنا بقول في كتاب الفن والفنون إن التمثيل مش حرام، ده التمثيل استثمار لطاقة الأمة الفنية عشان نقدر نأسس قواعد فكرية عند الناس. نعم. بالأدلة يعملوا الكلام ده. أدي سعد بن عبادة قاعد والناس الأنصار هو أحق. وسيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما داخلين. ليه سيدنا أبو بكر وعمر داخلين يا دكتورة غادة؟ عشان خاطر لو الأنصار اختاروا واحد من غير ما يكون فيه حد من المهاجرين، نعم، إيه اللي يحصل؟ الشيطان هيخش هنا. نعم. يبقى شوف النية عاملة ازاي؟ ما هو لازم التاريخ يوضح للناس وازاي استثمار هذا الخلاف عشان نعمل التحام في الأمة. ده موجود سعد بن عبادة، فخرج واحد من الأنصار يخطب في
قيمة الأنصار وفي الثناء على الأنصار وإزاي ربنا أثنى على الأنصار وجاب الآيات بتاع سورة الحشر والنبي قال لي عن الأنصار. فابتسم عمر رضي الله عنه وأرضاه وجاي يقوم سيدنا أبو بكر قال له على رسلك يا عمر وسمى الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بحاجة جميلة قوي. قال للأنصار بصوا أنا مش هناقشكم في مآثركم أبدا فأنتم أهل لها. إيه رأيك في الاعتراف الجميل ده؟ لما يكون في اختلاف بيني وبين حد هنقوله بعد كده لو جه وقت اللي احنا نتكلم في الضوابط، لو في اختلاف بيني وبينك أنا ما أقللش من حجمك، أنا مش عشان مختلف معاكي أضيع خالص جهدك في الإعلام وجهدك، لا أنت مختلف معاكي في نقطة، النقطة بتاعتك دي أنت ليكي تاريخ همسح تاريخ خالص؟ يبقى دي إشكالية المختلفين عندنا في المجتمعات كثيرين بنمسح التاريخ. قال انتوا لو كنتوا بتقولوا مآثر ليكم لا تعالوا انتم اهل لها وزياده وقد قال الله تعالى فيكم كذا وقال فيكم كذا وقال فيكم كذا. الناس هدير بقى خلاص كده. ايه رايك؟ يبقى كده استثمرناه بقى اللي احنا عملناه تلاحم للامه. واذا بسيدنا ابي بكر يقول واما المآثر فما عمر اقل منها. ايه رايك بقى؟ مش عايز انا حاجه بس تعالوا احسبوا قيمه سيدنا عمر في الأمة الإسلامية أيام النبي وثناء النبي عليه صلى الله عليه وسلم. وأنا أرشح لكم عمر وأبي عبيدة. فضج الناس. سيدنا عمر ساعتها يبتسم ويقول والله العظيم ما كانش فيه موقف أشد عليه من الموقف ده، كيف يصنع بي ذلك أبو بكر؟ فإذا بعمر يمسك بيد سعد بن عبادة ثم يقول تعال نبايع مين؟ أبو بكر. إيه رأيك؟ إيه رأيك في الانتقال الجميل ده؟ إيه رأيك في الاستثمار بتاع الاختلاف اللي بيننا؟ لا ده ما كانش اختلاف، ده كان خلاف وجهات النظر، حصل تفاوض رائع يدرس في الجامعات كلها والله العظيم. تفاوض ده بيثني على ده وده بيثني على ده وده بيتكلم في حق ده وده بيتكلم في حق ده. وسيدنا أبو بكر بيقول الإمامة في قريش، فإذا من قريش مين؟ عمر وأبو عبيدة. تعالوا يا جماعة نرشحهم، التانيين يعرفوا فضل سيدنا عمر وسيدنا أبو عبيدة وكلهم يجتمعوا على فضل مين؟ أبو بكر. طب اسمح لي يا دكتور، حضرتك بتتحدث عن مجتمع كله من الأفاضل. لا على فكرة برضو في لقطة أنا عاوز أفهمك عليها. وده مش يعني بصي مجتمع الصحابة ده ألم يكن منه عصاة؟ لا كان فيه منهم عصاة. مجتمعنا بصي يا فندم لازم المشاهد يعرف أن مجتمع الصحابة ده ما كانش مجتمع منزه عن الأخطاء خالص. بشر كان فيه منه عصاة. أمال يعني حد السرقة ده كان يطبق في مين؟ السارق. وإذا حد الزاني هو اللي مش زنى وزنى الصحابية رضي الله عنهما. نعم. أصل بص شوفي رضي الله عنهما ليه؟ لأن المعصية لا تقلل من شأنك، أنت ليكي تاريخ مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكفر العاصي. الله لا تكفر العاصي. فأنت دايما لما حد بيحب يهرب من النماذج المثلى من المجتمع يقول لك يا عمي دول صحابة، احنا فين من أيام الصحابة يا ابني؟ الصحابة دول نماذج بشرية كان فيهم العاصي، كان فيهم السارق، كان فيهم، بس ده يقلل من شأنه. ولينا لقطة في كتبنا في التاريخ بنوضح فيها ببساطة إزاي الصحابة على الرغم إن هم كان فيهم هذه السمات التي تقلل من بعض شؤونهم، هم دايما هقولك على حاجة، لما يكون عندي في مبنى التلفزيون واحد بقاله 40 سنة وهو اللي مؤسس التلفزيون، مش ده ليه آدمية؟ طبعا. أول ما يحصل غلطة كده نقول ده ملوش اي تاريخ خالص، لا يجوز، ما ينفعش اصلا طبعا. هقول عليه مؤسس التلفزيون وقد اسس التلفزيون المصري وله اثر في القياده العسكريه المصريه وله كذا له كذا. لذلك الصحابه مهما عملوا الحته دي ما يضيعش ايه يا اولاد التاريخ، التاريخ بتاعهم ما ينفعش ولا عقليا ولا منطقيا ولا عدل. طب دكتور اشرف فارد على النقطه دي معلش بعد اذن حضرتك. الاحتجاج بان ده جيل صحابه او ده النبي دي اشكاليه كبيره جدا. كل مجتمع فيه الحلو والوحش، احنا واخدين من جيل الصحابه الحاجه الحلوه وبنسيب الحاجه الوحشه بنستدل كيف تصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طب حضرتك تحدثت عن مشهد ووصفته يعني باستفاضه، ده يعني بنخرج منه الى ضوابط اداره الاختلاف. جميل. ضوابط اختلاف بين وبينك في ضوابط اخلاقيه. ايه الضوابط الاخلاقيه دي؟ يعني حاجه في ادبيات التعامل بيني وبينك وبيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. اول حاجه الاخلاص والتجرد لله.
يعني ايه الكلام ده؟ دي مشكلتنا. احكي قصه بسيطه عشان المشاهد ما ينامش مني. معلش يا دكتوره ندى انا بحب اروح للمشاهد. تمام، انا رحت لكم البيت اهو اقول لكم على قصه. الصحابه كانوا بيحاربوا، ايوه كانوا بيحاربوا، في حصن كبير جدا ما اتفتحش، عاوزين نفتحه يا جماعه، الناس واقفين ورا ومدين دلوقتي الرمح حوالين قلوب وصدور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالقائد يقول لهم من يدخل ويفعل نقب وثقب في هذا الحصن وله الجنة. قعدوا ينادوا، جي واحد ملثم بس واحد إلا الأول وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن القصة دي يقولوا يا جماعة ده خيال، ده مش خيال علمي، ده جيل تجرد لله ومش عاوز حاجة من الدنيا خالص. جه هذا الملثم وقل له أنا، فدخل عمل صنع النقب، فدخل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فتحوا الصرح. ثم بعد ذلك القائد عاوز يعرف مين هذا الرجل. إيه رأيك؟ ولا جه في التلفزيون ولا قالوا لي أنا عاوز حقي ومصر ادتني إيه، وإذا كانت مفيش حاجة زي كده خالص، مفيش حاجة هتم. فنادوا عليه فقال أشترطوا، واحد ألا تسودوني، يعني ما تحطونيش في وظيفة كبيرة. رأيك يا دكتورة؟ مش عاوز بقى أجره، أنا عامل كده عشان بلدي، أنا عامل كده عشان الوطن، أنا عامل كده أولا وأخيرا عشان ربنا، التجرد لله. ألا تسودوني ولا تعطوني عطية دون غيري، وأن تتركوني أمشي ولا تسألوا عن اسمي وعن قومي. إيه رأيك؟ ايه رايك في الجمال ده؟ حاجه روعه، بس منتهى المثاليه يعني. لذلك لما خرج للقائد، القائد قال له انت الذي صنعتك هذا؟ قال له نعم. قال لما صنعته؟ قال ابتغاء مرضات الله، فاتركني وشاني. خرج هذا الرجل فاذا بالقائد مسلمه يقول كنت ادعو في كل صلاه اللهم احشرني مع هذا الرجل صاحب النقب. فالتجرد لله ده أثناء الاختلاف معاكي هيخلي الموضوع حلو شوية. يعني إيه التجرد؟ أنا مش عاوز مصلحة من وراء الاختلاف بتاعي. بص لو اختلفت، احنا كنا لسه متكلمين قبل الهوى مباشرة، لو اختلاف معاكي أنا وإنتي أو المشرف بتاعي أو المدير بتاعي، يحصل اختلاف بدون قواعد عمل وعشان خاطر إنت إزاي تعمل كده وإنتي مستواكي ده أنا آسف جدا ما ينفعش تعملي هذا الكلام، يبقى داخل فيه الهوى والميل ولا لأ؟ طبعا دخل. ربنا قال فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وربنا قال عن نفسه ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. على فكره يبقى اول ادب ادب اخلاقي اللي هو ايه؟ التجرد. التجرد اللي انا ما يكونش ليا مصلحه ولا من المخالف. لو انا دلوقتي انتصرت مش هيجي لي كنز، لو انت انتصرتي مش هنتظر، لا لا، كله عشان خاطر مصلحه اكبر، هي تجرد لله ومصلحة الأوطان ومصلحة المؤسسة. عارفة لو احنا وصلنا للكلام ده في المؤسسات بتاعتنا مش هنحتاج أصلا محاربة فساد خالص. نعم. لأن هي حطي كلمة عريضة جدا حوالين أي شيء، الهوى. شوف احنا دلوقتي ايه هوى. طب معلش يا دكتور، النقطة دي هنتوقف عندها طويلا، لأن دائما ما يستخدم التجرد لله وفق هوى. يعني ما نراه الآن هم يقاتلون مسلمين ويزهقون أرواح ويسفكون الدماء بدعوى أن هذا تجرد لله. لا، في نقطة بقى مهمة. إحنا التجرد لله ده لسه في ضوابط بقى علمية. إحنا قلنا في ضوابط أخلاقية. نعم. منها أن الواحد يفرغ نفسه من الميل والهوى، ما يكونش فيه مصلحة شخصية. يعني تعالي نقول أن هؤلاء التكفيريين ده مش الاختلاف بتاعي معاهم في الهوى والميل بس، هم قبضين تمام. لان استحاله اصلا كل الاسلحه وكل الامور اللي هم بيعملوها وتخريبات الاوطان هم بيجيبوها منين؟ دول قبضين في هوى. تمام. ولكن الاساس عندهم اساس علمي. يعني ايه اساس علمي؟ عندهم خطا في التنظير من البدايه. اصل هو بيقتلنا ومعتقد ان في دليل شرعي، ان الدليل الشرعي ده يقول انك انت اقتل اشرف واقتل فلان واقتل الجند الغلبان واقتل مش عارف مين واقتل المسيحي واقتل المسلم اللي هو مختلف عنك وهتدخل الجنة.
كما قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. يبقى الاختلاف مع التكفيريين دول، وزارة الأوقاف أرجوكم خلي بالكم، اشتغلوا شغلكم، شغلكم توعوي، شغلكم تنموي، شغل التفكير وإبداع وإزاي نقدر نصنع. أرجوكم يا جماعة اعملوا بروتوكول مع وزارة الشباب ووزارة الإعلام والقنوات الفضائية، وقدروا وضحوا أو النت، الناس أصلا ما بتقراش المخطوطات اللي بتعملوها دي في المجلس الأعلى خالص. أنا بناشد غيروا دماغكم، غيروا، الناس ابتدت تتطور في الموضوعات كلها. أنت بتعمل لي كتاب الأوقاف، مش هينفع الكلام ده يا جماعة. تمام. فالشاهد الآتي أن الاختلاف بينه وبينه هوى وميل، ماشي، هو مش متجرد شوية، في كتير منهم كده لأن هم زي ما قلنا بيتحقق مصالح، مصالح كتيرة جدا. لكن في سبب آخر للاختلاف بينه وبينه، هو سبب علمي. من الأسباب العلمية منها الخطأ في تأويل النصوص. تقول لي أصل النص واحد، صح كده؟ نعم. هو بيعمل إيه؟ بيبدأ ياخد النص يسقطه على واقع مختلف عن الواقع الأول، ويفسره تفسير، يفسره تفسيرات تانية خالص. نعم. وهنجيب أمثلة. في نقطة مهمة هم مش واخدين بالهم منها، ودي سبب من أسباب تكفير المجتمع كله. عدم العذر بالجهل. أنت عارف أن العذر بالجهل ده أساس من أساسيات ومنطلق من منطلقات التكفيريين. يعني إيه يعني العذر؟ إيه العذر؟ كنت لسه أقول لحضرتك دلوقتي، لو واحد قاعد في صحراء ما عندوش تلفزيون، أنا رحت بلدة من البلدان أيام من 20 سنة، كنت رايح أخطب الجمعة والناس مش عارفين يعني مفطرات رمضان. الراجل يجمع زوجته في نهار رمضان على اعتبار ان دي يعني حاجه حلوه، مش معقول. انت راجل كبير في السن وقريه كده جوه، كان داخل الفرد 3 جنيه سنه 2001. تمام. وما فيهاش اي نوع من انواع، ما فيش الثقافه والكالتشر اللي هم يقدروا يغيروا وعيهم فعليا. يعني مش بس كده، عندي ناس بتغلط الى الان في الصلاه. والله العظيم جابوا على اليوتيوب ناس في مصر ما بيعرفوش يقروا الفاتحة. دول بنسميهم ايه احنا؟ هل هو متعلم ولا امي او جاهل؟ جاهل. الاسلام بقى ليه رؤية حول هذه الموضوعات. الموضوعات دي اما ما يكونش عندك علم منها خالص يبقى عذر بالجهل، او يكون عندك منها علم بس علم غلط برضو تعذر بالجهل او بالتأويل. نيجي نقول ايوه، نيجي يعني نقول. احنا نلتمس لهم العذر كده. ايوه نلتمس لهم العذر. ليه احنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. شفت بقى ربنا عظيم جدا. انا ازاي الراجل ده اللي ما وصلتلوش الثقافه دي احاسبه انك انت كافر او مسلم؟ لا بس دي قضيه مختلفه يا دكتور. يعني لا انا هقول لحضرتك لسه، يعني الارهابي الموجود دلوقتي هقول لحضرتك هو لا يعذر، هو السبب الاساسي هو لا يعذر بالجهل. لو هو صادق في حاجه هو لا يعذرنا، حين يستحل الدماء هو لا يعذر هؤلاء بالجهل. هو ما بيبصش لكده. وانا نعم. عندي اشكاليه جدا في سنه في السبعينيات ظهرت جماعات التكفير والهجره بكثره جدا في مصر، وكان في سبب رئيسي. السبب الرئيسي ان في بعض الناس سافروا الى بعض دول الخليج في وقت من الاوقات، اللي هي ابتدت تتغير دلوقتي وتغير لينا واكتر كمان. نعم. لما سافروا دول الخليج هناك طبعا بيدرسوا هم صغيرين جدا العقيده. العقيده اللي هي اعتقادك في ربنا ايه، تتوسلي وما تتوسليش، تقولي مدد ولا ما تقوليش، تقولي استعنتي بغاده وربنا يبقى الواو موجوده ولا يعني ربنا ثم غاده. حاجات طفيفه جدا. الحاجات دي المؤلفين بتوع الكتب بتوع العقيده الدكتوره غاده، المشاهد يسمع بقى عشان خاطر اثار الثقافات الوارده في المجتمع التكفيري ده، هو هناك بيقول لك اللي بيقول واه يعتبر مشرك. نعم. يعني اللي بيقول ملناش بركه غير ربنا وانت يعتبر ايه؟ اشرك بالله. اشرك بالله. بدل اشرك يبقى المفترض نعمل ايه في المشرك؟ ادعوه لل مش اقتله يعني. لا لا، ما هو وجهه النظر بتاعك ان هو وصل له العلم. خلاص. فده وصل له العلم يبقى انت مشرك وهكذا. اللي بيروح يتوسل بفلان وفلان وفلان ده بيتوسل بغير الله تعالى، ماشي. طب وبعدين التوسل بغير الله شرك ولا مش شرك؟ جم بقى بالمصطلحات دي بدون العذر بالجهل. ما هو هناك ما فيش جهل. ده لو افترضنا معاه هو اعتبر ان من يفعل ذلك هو بيفعل ذلك عن علم وهو مشرك.
وغير كده يجي بقى يكفر 4.5 مليون ولا 5 مليون، بيروحوا سيدنا الحسين، بيروحوا السيده زينب، وبيروحوا سيدنا نفيسه، لان هو من وجهه نظره، شوفي اول حاجه خطا في التاويل والقياس. النقطه الثانيه، هو من وجهه نظره، يا جماعه حتى لو انت وجهه نظرك صح، الناس دي كلها تعرف اللي انت بتقول عليه دي؟ يقول لك وصل لهم العلم. طب انت وصلت لهم اللي انت بتقول عليه الدعوه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. يقول لا، ليس لي علاقه بذلك. ان امرت ان اقاتل، ده بقى التاويل بقى، ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. طب ما بيقولوا لا اله الا الله. طب يا دكتور، انا بقى اتعامل ازاي مع هذا المختلف اللي هو اصلا على ضلال؟ بص، احنا برضو زي ما كان منهج الازهر واضح، منهج جميل وسطي. اصل هو مش عشان كفرني يبقى يلا يا جماعه، هو كفرني يبقى انا كفره، هو قتلني يبقى انا لازم اعمل ايه؟ اقتله اذبحه. ما فيش الكلام ده في الاسلام. انا واجب علي ما تقولينه انت، ابين الحقيقه، ولكن لو حاربني وجب علي الدفاع عن نفسي، والدفاع عن امتي، والدفاع عن حضارتي، والدفاع عن ديانتي، واظهار الصوره الحق للاسلام. ولكن لابد، لذلك انا دايما في اطروحاتي بقول يا جماعه الخير، على الوزارات المختلفه ان تبين بوسائل التواصل المختلفه، تبين الحق، عشان احنا دعوتنا اهي، احنا لا نكفر مسلما اذا كان هو عاصي لله تعالى، فاهم غلط، احنا ما بنكفروش، ولكن انت حاربتنا بفضل الله تعالى نستطيع ان نردك، ونرد القوى الغاشمه كما يعني هو شعار الدوله المصريه دائما. نعم. نرد القوى الغاشمه بيد من حديد، وربنا سبحانه وتعالى اداني التصريع والاذن ان نقاتل هؤلاء الذين يقاتلوننا. نعم. فنقاتل في سبيل الله الذين ايه؟ يقاتلوننا. فهي القتال في سوره البقره على اليمين، نقاتل من قاتلنا، ولكن نظل الى اخر الوقت نبين الحقائق، وندعوهم لعل الله تعالى يبين لهم حجه معينه. وطبعا في اشكاليه دايما الناس التنويريين خايفين منها، احنا بنجيب واحد على اساس ان هو تاب واقتنع، انا ما بدمجوش في المجتمع. نعم. لا ادمجه في المجتمع ابدا الا بعد التاكد 100% انه اصبح انسان سوي. طب الحقيقه وقتنا خلص في هذه الحلقه فضيله الدكتور، ولكن عندي سؤال في قضيه الفقه. هناك من الاحكام الفقهيه ما هو فيه اختلاف ما بين العلماء او الفقهاء. معظم الفقه كده. كيفيه التعامل مع قضيه الاختلاف في الفقه والنظره الى من يعني ياخذ براي فقهي ما على ان هذا راي غلط وان ده هو الراي الوحيد الصائب؟ هي دي اشكاليه الوعي الفقهي عند الناس. اشكاليه الراي الواحد موجوده في بعض الدول وابتدوا يغيروها. من عظمه مصر انها دائما تاخذ باراء الفقهاء المختلفين. عظم، لان اختلافهم رحمه. تخيلي حضرتك، الحجاب ليه سمات معينه، ليه اسس وسمات ومظاهر معينه. في بعض الناس خدوا براي احادي اللي هو الدعوة السلفية في وقت من الأوقات، إلى الآن النقاب فرض. النقاب اللي هو إيه؟ غطاء الوجه. يبقى إذن واحدة زي حضرتك محجبة، واحدة زي أمي محجبة حجاب عادي، يبقى كل الذي يختلف عن هذا الرأي ما لهم؟ خطأ. عصاة. لا، مش خطأ بس، أصل الفقه عاصي، يا إما كده يا إما كده. يبقى أنت بدل ده الفرض، يبقى اللي ما بيعملش الفرض إيه؟ عاصي، عاصي ربنا. إذن لابد أن تتسع الأمة للخلافات الفقهية لأنها رحمة. وبدل ده عنده دليل واضح وصحيح، لابد أن يكون هناك التزام به. أنا أعتقد أن موضوع النقاب والخمار ده صورة واضحة في المجتمع المصري، وأرجو دائما من المسؤولين اللي هم إخراس أقوال الرأي الواحد. ده التوسع على الناس جيد جدا. في كتابي أيضا الفن والفنون، اختلفنا احنا مع الناس كلهم، انا بعتز بالكتاب ده لان انا عملته من فتره طويله جدا، في حوالي 5 سنين. تخيلي الغناء والمعازف فيها اختلاف. المالكيه بيقولوا فيها كلام في الاباحه، اباحه هذا الكلام، والشافعيه في بعض منهم بيقول هذا الكلام بالاباحه، وايضا الظاهريه يقولون بإباحة الغناء في أمور معينة وبشروط معينة. يجي الرأي الواحد يقول لك ممنوع خالص، الغناء حرام والموسيقى حرام، الموسيقى حرام وما إلى ذلك. يا جماعة الخير، طب ما تنظر، حط شروط وحط ضوابط.
تخيلي ساعة لما كنا بنناقش مسألة التمثيل، الفتاوى جت هنا جورج أبيض زمان جم عشان يعملوا مسرح، رفض المشايخ وقالوا يا جماعة الخير مفيش، التمثيل ده حرام وما ينفعش بأي حال، ده نوع من أنواع الكذب والضلال. بعدها ب 30 سنة انتشر التمثيل وأصبح هناك مدن عالمية، هوليود وغيرها، وإحنا بقينا فين؟ بيأثروا على الثقافة بتاعتنا، والأدلة واضحة إن التمثيل ممكن يكون عند بعض الناس يكون جائز شرعا، والأغاني عند بعض الناس جائزة شرعا. ما استفيد من هذه الجهود؟ لابد الأمة أن تنظر للخلافات الفقهية أن هي رحمة، وأن تنظر للخلافات الفقهية فيما يدعم واقعها المجتمعي عشان نقدر نتطور، تطور البشر جميعا بإذن الله. أنا بشكر حضرتك شكر جزيل دكتور أشرف السيوطي أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة سيناء على وجود حضرتك معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا، الأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد وحلقة جديدة من فقه الحياة. شكرا لكم وإلى اللقاء.